2005 2-1 هيطلع سيرجينيو امامنا اللي بقول لحضراتكم هبط اداؤه الشوط الثاني وهينزل اللاعب الشاب 18 سنه اللاعب البيرتو بالوسكي امامنا لاول مره في السيريا اه اللاعب بالوسكي ينزل مكان اللاعب سيرجينيو. نزل اللاعب بالوسكي امامنا هو رقم 18 مذيع الداخلي يعلن بالوسكي ادي بالوسكي الموعد مع التاريخ موعد مع التاريخ يا بالوسكي لسه بقول لحضراتكم لاعب شاب اذا غاب فاتو اذا غاب اللاعب كاكا البرتو بالوسكي وانشيلوتي يبتسم لمن يبتسم لقراره والتوفيق الذي صادف هذا القرار اذا بالوسكي امامنا يعلن عن تقدم فريق الميلان في هذه اللحظات لاعب الشاب ادي امامنا ادي امامنا جالياني يفكر في من يفكر في من ياتي بدروجبا ياتي برونالدينيو ولكن امامنا بالوسكي الذي يلعب لاول مره مع فريق الميلان لعب في لقائي كاتانيا في الكاس وسجل في مرمى كاتانيا ادي امامنا الاستلام على غرار ما فعله باتو هدف قريب جدا من هدف فاتو في المباراه الماضيه ادي سيدورف يلعب كره حلوه قوي وادي امامنا بالوسكي هو ناوي ومركز وجات له الفرصه وعندما تاتي الفرصه ولا تتمسك